يلا مش لك كرام، رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه رقم واحد كانت هذيك الطاجين تاع الجلبانه والقرذون، كيري تتعبنا خوتي مع هذيك السلطه تاع بابا غنوج، ما تراطيوهاش في يوم من ايام ان شاء الله العيد الاضحى المبارك. على بالي بلي في العيد يجوكم الناس، يجوا الناس يقبلوا قدامنا، ما تكونش طابله تاع القهوه بعد صحراء ما فيها والو، جبت لكم حاجه اقتصاديه ما فيها والو، مي بنينه 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 بزاف. جبت لكم واحد الصابلي حنا سميناه الصابلي العقده. واش معناتها؟ لي فوم لتحت تاع الصابلي عادي شابين خفاف، وعندنا هنا منتوجات مهدي عند السبونسور تاعنا اللوز، راح ندير لكم واحد العقده باللوز وبياض البيض والسكر كلاصي، راح يكون بزاف شباب وبنين وخفيف، ونعمروه من الفوق بالكونفيتير تاع المشمش ولا حاجه تكون عندكم في الدار، ولا كنت خدمت لكم انا الكونفيتير تاعك تاع لي فراز، راح يجيب بزاف شباب. تبعوا معايا مليح، حاجه بزاف سهله في نفس الوقت، في واحد لا تيك تيك صغير صغيره تاع واش نطيبوهم نخرجوهم 10 دقائق قبل ما يدخلوا، قبل ما نكفينيهم ونكملوا العقده لداخل الطيب. لازم تبعوني برك، هذا ما كان حاجه سهله. الحاجه الاولى ناخذوا هذا لو ريسيبيون، واش نديروا فيه؟ ناخذوا 250 غرام تاع مارغرين تكون بحراره الغرفه، هذه الحاجه الاولى صح. نزيدوا عليها مباشره كاس تاع السكر ناعم. هنا مشاهدينا الكرام نستعملوا نوتخ سبونسور تاعنا مهدي، صحة. واش راح نديرو؟ نشوفو كاس في 125 غرام، نضيفو مباشرة على المارغرين تاعنا هكذا. انا واش راح نحتاج تانيك؟ راح نحتاج نص كاس تاع لامايزينا نوجدو ونحطو، بس على بالي دوك كي نبدا نطم في العجينه ما نقدرش نعمر. نفس الشيء مشاهدينا الكرام، لامايزينا تاعنا من منتوجات مهدي. هنا مشاهدينا الكرام من الاحسن ديروا لي زيست اللي عندكم تاع البرتقال تاع التشينو، مش حاجه اللي عندكم تقدروا تستعملوها. هذا هو نص كاس تاع لامايزينا. نذكركم برك باللي كنت درت 125 غرام، عفوا 250 غرام تاع المارغرين بحراره الغرفه مشينا كان غير بالعقل، حتى ندخلوا هذاك السكر الناعم بطريقه الحال بطبيعه الحال تاع منتوجات مهدي في هذيك المارغرين تاعنا. هنا مشينا الكرام المارغرين تاعكم كل ما تكون بحراره الغرفه كل ما تجيكم سهله كي تكونوا تطموا فيها. طبيعه الحال الصابلي تاعكم يطمع غير تطم غير بصبعتيكم هكذا مباشره. المشاهدين الكرام بعد ما ينطم لكم هذاك السكر ويدخل كامل في المارغرين، نضيفوا عليه حبه تاع بيض كامله زائد صفار. هذا الصفر مشاهدينا الكرام لكم متفكرين كنت تحطها في الطبيخ من اللحم المفروم تاعنا صح. ندخلوا هذاك البيض مليح في الزبده تاعنا وفي المارغرين. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك بلي داير 250 غرام تاع المارغرين بحراره الغرفه وكاس في 125 غرام تاع السكر الناعم من منتوجات مهدي، وضفنا عليهم دوكا اللي شفتو حبه بيض كامله وصفار بيضه صح. نضيفوا عليه هذاك النص كاس اللي قلت لكم كنا وجدناه تاع مايزينا. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك بلي نفس الشيء استعملنا منتوجات مهدي، طبيعه الحال صابلي تحكم يتلطم غير بصبعتيكم هكذا. هنا انا راح ندير مشاهدينا الكرام شويه تاع الفانيلا. نتوما هنا مشاهدينا الكرام عادي تقدروا ديروا مبشور ليمون مبشور برتقال واش ما حبيتوا. وراح نديروا تانيك قريصه صغيره ولا نص باكي تاع خميره كيميائيه، ودوك نديروا شويه تاع الملح باش نعدلوا الذوق. يسموش عندنا الناس يلحقوا بينا روطار، نقول لكم برك باللي عندنا 250 غرام تاع المارغرين كاس تاع السكر الناعم،
نص كاس تاع المايزينا، حبة بيض كاملة زيت صفار، شوية تاع لافاني، وقريصة تاع خميرة كيميائية. وراكم تشوفوا رانا نطمو فيها بالفارينة غير بالعقل. هذا واش عندنا. اوكي، ما تيبسوش العجين تاعكم فضلكم. نضيفوا الفارينة تاعنا تدريجيا ورانا نلايمو فيها بالعقل. فوالا، ودوك تقعدوا معنا نشوفوا تانيك العقدة تاعنا كيفاش نوجدوها، ما فيهاش حاجة كبيرة، كامل العقدة. نزيدوا الفارينة غير بالعقل. فوالا، هاي تطم سهلة. تكون متعجنوش ليمو غير بصبعتيكم هكذا، حتى وين تتحصلوا على عجينة متماسكة وطرية. مرمو رهيبية. زيد لها شوية برك تاع فارين. من فضلكم مشاهدينا الكرام، العجينة نتاعكم ما تيبسوهاش. صح، ناخذوا اسيات نحطوا فيها العجينه نتاعنا بعد ما نلايموها كما راكم تشوفوا. دقيقه برك من فضلكم. صح مشاهدينا الكرام، قلت لكم العجينه نتاعكم تاع الصابلي انتم من الاحسن مشاهدينا الكرام تخلوها تريح شويه في الثلاجه. كي تلايموها هكذا ديروها في اسيات في الميوه وحطوها بابي فين وخليوها تروبوزي شويه على الاقل 15 مينيت. احنا على بالكم شويه الوقت ما كاشيتو، واش ندير؟ نديرو شويه تفارينا في سطح العمل، ناخذ الحلال ناخذ نصف الكميه، مش حندير كميه كبيره انا. انا مشاهدينا الكرام قلت لكم انا ندير شويه باش نوجد لكم برك وانتم خدموا في راحتكم. بسم الله. انا مشاهدينا الكرام السمك ما نديروش خشين بزاف، ندير انا حوالي 10 حبات فقط باش نوري لكم برك. صح مشاهدينا الكرام، هنا ندي براسي برك هادو سمحوا لي، هادو خلاص السبونسور تاعنا نحطوهم هنا اللي خدمنا بهم. ناخذوا السنيوه اللي راح نحطو فيها، ناخذوا احنا راح نستعمل هذا البورت بياس يكون دائري. نسيو كيفاش ندوها الحبة هادي. هاي مشاهدينا الكرام، نذكركم بالك بلي الفرن واش شاعل على 160 درجة ولا يسخن لكم الفرن. هنا مشاهدينا الكرام الكاطو تاعكم ندخلوه يطيب حوالي 8 دقايق ولا، كي تشوفوا بلي دخلوا طيابيتو نخرجوه، نكونوا وجدنا العقدة تاعنا تاع اللوز عفوا، نكونوا وجدناها نديروها في لابوش وناخذوا نبوشيو العقده نتاعنا فوق الصابلي هذا. صافي ديروا شمع عندها، ما نديروها شويه خضره وما نديروها شويه طايبه، كي تكون نص طياب صافي دخلها طياب نخرجوها من الفرن مباشره. المشاهدين الكرام انا حندخلها الفرن صح. انا مشاهدينا الكرام دوك كي تدخلها طياب نشوفو 8 دقايق ولا، نكونو وجدنا العقدة ونبداو نبوشيو العقدة نتاعنا مباشرة فوق الصابلي. هنا نلايمو العجينة نتاعنا، ناخدو طبيسي ونخلوها في التلاجة
انتوما مشاهدينا الكرام خدموها كامل مع بعض. ها نديرو برك بابي فين ونخلوها في التلاجة نخدموها احنا من بعد. احنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك بلي العقدة تاعنا واش فيها. فيها 250 غرام تاع اللوز من منتوجة مهدي بطبيعة الحال. هذا الكاطو رايح كامل بمنتوجة مهدي. ها فيه مغرفة تاع الكونفيتير قلت لكم تاع المشمش. دي براسي وبرك الحالة خاوتي دقيقة نفضلكم. ما فوالا نجيبوا لاشوار انا نحطوه قدامنا ونشوفوا. انا مشاهدنا الكرام شوفوا معايا عندي 250 غرام تاع اللوز بالقشور من منتوجات بسم الله مهدي. نضيفوا له مباشرة مغرفة تاع مربى المشمش. صح هنا على بالي بلي الناس ما تحبش الحلو بزافيتو راح ناخذوا نص كاس برك تاع السكر ناعم. طبيعة الحال مشاهدينا الكرام هنا نستعملوا نفس المنتوجات تاع مهدي. فوالا هاو نص كاس نحطوه في لاشوار نبداو ناشيو ونزيدو في بياض البيض. بياض البيض هو اللي يحكم منا اللوز نتاعنا. هنا مشاهدينا الكرام بياض البيض نديروه بالعقل باش ما تجرالكمش بزاف هذيك العقده، باسكو الا جرات لكم بزاف ما تقدروش تستعملوها بسهوله. وما ديروهاش ثقيله وما ديروهاش خفيفه، عينكم ميزانكم باش كي ديروها في لابوش تقدروا تخدموها بسهوله. ناخذوا لاشوار تاعنا. مشاهدينا الكرام نسيت برك الحبه تاع القارص. حنجيب حبه تاع القارص ندير منها شويه تاع الزست. الزست دو سيترون هنا مع اللوز يعطينا ريحه روعه. شوفوا نديروا حبه كامله باش الريحه تجي تعبق تاع القارص. صح هنا مشاهدنا الكرام نجيبوا بيض البيض تاعنا ونبداو نزيدوا فيه بالعقل. بالك تديكم حبه تاع بيض كامل بالك تديكم مامبو. دوك نشوفوا. صح هنا البيض تاعي سي بون. هنا نجيو نفصلوا البياض على الصفر بسم الله. نحو البياض كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام نحطوا الصفر منا ونجيو نضيفوا العقده نتاعنا. راح ندير نصف الكميه ونشوفها كيفاش يهرب البياض واعر. صح نزيدو شويه تاع بيض خوتي سمح يدينا تقريب حبه. تقريب حبه تاع بيض ما ديروش البيض تزربوا فيه. فهمتوني ليكيب ما تزربوش في البيض حتى وين تشوفوا. مازال شويه
نعم معليش ناخذهم غير فوق نشوف القوام تاعنا ناقص شويه بيض نكملوا له هذيك الشويه اللي قعدت باسكو علاش راني نبرونشي لكم هكذا باسكو لو كان ديروه جاري يتعبكم راه مليح يزيد برك شويه برك الحبيبه تاع اللوز باسكو الطاس ما يرفدش كميه كبيره هادي صافا هنا مشاهدينا الكرام اللوز تاعي القوام تاعو راهو روعه كريمي ما هذاك الثقيل ما هذاك الخفيف حنا دوك نشوفوا برك الكاطو تاعنا طاب نجبدوه نبداو نبوشيو فيه وندخلوه للفرن هنا واش عندنا 250 غرام تاع اللوز من منتوجات مهدي مغرفه تاع الكونفيتور تاع المشمش نص كاس تاع السكر ناعم وضفنا عليه حبه تاع البيض كامله هذا واش عندنا نجبدو برك الكاطو تاعنا من الفور ونشوفوا الطريقه كيفاش نكملو نبوشيو الحلوه تاعنا يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم نجبدوا الكاطو تاعنا من الفرن هنا مشاهدينا الكرام انا كان هرب لي شويه في الطيابه نتوما ما تخليوهاش حتى وين يحمر لكم هنا في لي بوردير هادو مالكم تشوفوا فيهم يسمى قل من هذه شويه خرجوها من الفرن نجيبوا لهنا لابوش تاعنا ونجو نعمروا العقده اللي كنا خدمناها كيف كيف العقدة تاعنا مشاهدينا الكرام 250 غرام تاع اللوز استعملنا منتوجات مهدي ضفنا عليها مبشور تاع البرتو تاع الليمون مغرفة تاع الكونفيتور تاع المشماش ونص كاس قلت لكم تاع السكر الناعم ولمناها بالبيض البيض هنا عينكم ميزانكم تقدر دير لكم حبة كاملة تقدر دير لكم قل حتى وين تولي العقدة تاعكم تبوشيوها بسهولة ناخدو لابوش نتاعنا فوالا ونبوشيوها بطريقة هادي شوفوا معايا ها فوالا طريقة بزاف سهلة ها انا مشاهدينا الكرام راح نكمل نبوشي العقدة تاعي هكذا غير بالعقل وندخلها للفرن يحمر لي هذاك العقدة تاعي تاع اللوز بعد ما تحمر لي مشاهدينا الكرام وتكمل لي الصابلي تاعها طياب مباشرة نخرجوه من الفرن واش نديرو له مشاهدينا الكرام نديرو له شوية تاع الكونفيتير اللي يكون قعد لنا في هادوما هنا نعمروهم بهم شوية سكر كلاصي من الفوق بالتزيين ونقدموها راح يجي بزاف بنين مشاهدينا الكرام راح نرجع الكاطو تاعي للفرن ياخذ لي ديك التحميره الفوقانيه هذيك ونخرج مشاهدينا الكرام اذا تكرمتم قعدوا معنا نروحوا فاصل قصير نرجع لكم باش نحط لكم الوصفه تاع اليوم واجدين مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم بالنسبه للحصه تاع اليوم ولا الحلقه تاع اليوم كنا درنا لكم واش نحكوا على القرنون والجلبانه اللي كنا خدمناها كيف كيف شوفوا لي كيفاش جا متجمر طايب حتى للقلب الحبه تاع القرنون قعدت على حالها شوفوا لا فيونداشي تاعكم كاع ما خرجش باسكو كاين بزاف ناس يسوفريو يسوفريو من لا فيونداشي هذا باش كي يخرج لهم راني نقلب لكم الحبه ها راني قلبتها كامل ها راني قلبت لكم الحبه ولا فيونداشي ما خرجش نزيدوها مع حبه واحده اخرى ها سخون نفس الشيء مشاهدينا الكرام مع الحبه الثانيه اسمحوا لي برك جاني صغير حبيت نفهمكم برك نحق لكم المعلومه بلي لافيونداشي تاعكم ما خرج لكمش كامل من
من القرنونه. سلطه بابا غنوج اللي كنا خدمناها بطريقه مبسطه وسهله باش ديروها كمقبله بارده ان شاء الله في ايامات العيد. ثاني شوفوا كيفاش جات روعه، بريزونطاسيون سهله، حتشرح لكم الخاطره هذه، هذه حتحبوها بزاف على بالي بلي حتحبوها، ما تولوش كامل تستغناو عليها. بالنسبه للصابلي اللي كنا درناه بالعقده تاع اللوز الخفطاب، حاجه شابه فريمون طوب دي طوب. درنا له شويه تاع الكونفيتور من الفوق، شويه تاع السكر كلاصي كديكوراسيون خفيف من الفوق، ديروه في ليكيسات وحطوه شربوا به قهوه كي يجيكم الناس يقبلوا يلقاو الطابله ماشي فارغه بحاجه خفيفه وما نديلكمش كامل الوقت. مش انا كنبقى نقول لكم برك قعدوا في دائما لبرنامجكم. شكرا كامل ليكيب تكنيك اللي خدمكم اليوم، نضرب لكم ان شاء الله موعد جديد مع وصفه جديده.